اهلا بحضراتكم في اخر فقراتنا النهارده في المحترف اللي هنعلن فيها ان شاء الله اسم الفائز بتوقعاته لطبعا فوز او وصول لدور الثمانيه في بطوله ابطال اوروبا. هل كان ريال مدريد او باريس سان جيرمان هيكون الفائز معانا النهارده في نهايه الحلقه؟ لكن خلونا نرحب الاول بمحلل الكره العالميه محمد البازل اللي هيشرح لنا بالارقام وبالصور تفوق ريال مدريد امبارح على باريس سان جيرمان. مساء الخير عليك يا محمد. مساء الخير كابتن هاني. منورنا. نور حضرتك. اتكلمنا طبعا مباراه امبارح، كل الناس في العالم بتتكلم على مباراه امبارح وفوز الريال، لكن كل حاجه بيكون ليها مسببات، وانت محضر لنا جزئيه مهمه جدا. كنا اتكلمنا على الثنائي بتاع توتنهام سون وكين، النهارده محضر لنا ايه بالنسبه لثنائيات ريال مدريد؟ طبعا سر تفوق ريال مدريد وتطور الناحيه الهجوميه عند ريال مدريد بتنحصر في الثنائيه ما بين كريم بنزيما وفينيسيوس. زي ما اتكلمنا على الثنائيه الخطيره لتوتنهام سون وكين والتاكتكس اللي بيعملوه في ارضيه الملعب، سواء الكرات العاليه الطويله والكرات الشورت باسس والسروب باسس والتحركات ما بينهم، ستايل لعبهم المتقارب واللي فاهمين بعض بشكل كويس. النهارده بنتكلم على فينيسيوس طبعا وكريم بنزيما وازاي بيطبقوا الثنائيه ونجاحها في ارضيه الميدان، بتختلف تماما عن ثنائيه سون وكين. انا كنت لسه هقول لك بعض الثنائيات بتعتمد بشكل او باخر على مساحات، على سرعات، على اكيد الثنائيات بتحتاج تفاهم، لكن الفروقات بتبدا ايه؟ انت شايف قبل ما نعرض الصور والارقام الفرق ما بين مثلا الثنائيه ما بين سون وكين وثنائيه فينيسيوس وكريم بنزيما؟ ثنائيه سون وكين بتعتمد على محورين او عنصرين اساسيين، الكرات الطويله اللي بتبقى دايما بينزل سون لنص ملعبه في الهجمات المرتده، دايما بيبدا الهجمه من ورا مع انه محور مهاجم ارتكاز رقم 9 بوكس هاري كين. فبينزل دايما في نص ملعبه بيبدا الهجمه من تحت ودايما بيعملها يا اما كرات طويله، دايما سون بيقرا سون على طول بيتحرك له او بيقرب من سون ويلعبوا مع بعض الشورت باس ما بين المدافعين ويضربوا خط الدفاع. الثنائيه اللي معانا النهارده كريم بنزيما وفينيسيوس مختلفه تماما، الستايل ما بينهم، الكيمياء اللي ما بينهم دايما بتتحصر على التقارب ما بينهم في الخطوط الضيقه، دايما يقربوا مع بعض بشكل كبير جدا وبيلعبوا الكره ما بينهم 1-2 في يعني في زي ما بيقولوا كده ما بين سنتيمترز ما بين المدافعين. يعني بتبقى المساحات ضيقه جدا وبتبقى الدبل باص بيبقى سريع جدا، بيعتمد طبعا فينيسيوس على سرعته ومهاره كمان كريم بنزيما ان تايم بيلعب له التو يعني. بكل تاكيد الستايل بتاع كريم بنزيما وفينيسيوس هو واحد في الكي باسس، الكرات المفتاحيه، التمريرات المفتاحيه، التمريرات ثرو باسس ما بين خط الدفاع في اقل من مساحات ضيقه جدا يقدروا يعملوها. نبدا مثلا بمثال الاول معانا، دايما بنلاحظ هنا رقم 20 طبعا ده فينيسيوس، كريم بنزيما على طول المساحه المسافه صغيره جدا. خط الدفاع دايما يبقى فيه بلوك بيعملوا كومباكت دايما عليهم على كريم بنزيما وفينيسيوس، فاهمينهم بشكل كويس ومع ذلك ما بيقدروش ان هم يسيطروا عليهم. الهجمه دي على سبيل المثال نبدا بيها، دايما فينيسيوس اول ما يمسك الكوره بينزل له كريم بنزيما، نزل له على الخط زي ما احنا شايفين على طول. هنا فينيسيوس بص الكوره لكريم بنزيما وتحرك. كابتن هاني عايزين بنشوف دقة كريم بنزيما في باص الكرة ثرو باص ما بين الأربعة الخمسة اللي احنا شفناهم، شفت التكتل هنا على طول حطوا هنا من زاوية تانية، يعني زاوية مختلفة طبعا الصورة اللي قبلها زاوية مختلفة. عايزين نقف على التكتل اللي عملوه على فينيسيوس. هو ايوه دي الصورة، الصورة ديت نقف 4-1 بشكل أو بآخر، 4-1 كريم بنزيما على طول بيتحرك بيفتح المساحة لفينيسيوس. هنا بنشوف دقة تمرير الكرة من فينيسيوس، هنا ستيل ماشي معاه كريم بنزيما على طول خد المكان ووسع وباصة لفينيسيوس وترجمت لهدف من خرم إبرة زي ما بيقولوا من بين خطوط المدافعين من مساحات ومسافات قصيرة جدا. يعني دي طبعا المهارة اللي بتتكلم عليها محمد، إن أولا فينيسيوس بيستغل سرعاته في الاختراق مع ظهور بنزيما، والأهم في كل دوت الدبل باص دايما المهم التايمينج ودقة التمرير. بتتكلم انت على دقة التمرير بالنسبة لبنزيما انه في جزء وفي مساحات ضيقة جدا بيقدر يعمل الدبل باص وبيحط فينيسيوس في وضع سهل جدا لإحراز الأهداف مواجهة المرمى صحيح او العكس.
نفس الكلام بيقربوا مع بعض. الامثله مكرره بشكل كبير جدا. لو اتفرجنا على كل اهداف فينيسيوس وكريم بنزيما لهذا العام، دايما ينزل له كريم بنزيما بيقطع في وسط تكتل دفاعي. هنا الكره دي اتلعبت ك يعني كره عاليه مرتفعه على يعني اعلى متوسطة من متوسطه طبعا. وترجمها طبعا كريم بنزيما لهدف. ده مثال اخر. لو نمشي هنشوف امثله مكرره. ده طبعا امام اتلتيكو مدريد، ده طبعا صوره ثانيه هنا كمان. بقى مثال مهم جدا. يعني دايما الضغط العالي اللي بيعمله ريال مدريد دايما بتبقى من ناحيه الشمال، من الجناح الشمال اللي متواجد فيه فينيسيوس بشكل كبير جدا، بينزل يستلم بظهره ويبدا ان هو يحرك معاه كريم بنزيما. لو بصينا هنا كريم بنزيما دايما قريب منه. صحيح. يشوف مسافات ما فيش، يعني مسافه ضيقه جدا بيقدروا ان هم يلعبوا الدبل باس الوان تو على طول، بيسلم ما بين خط الدفاع نفس الصوره، بيضرب نفس الصوره لخط الدفاع لان سرعات فينيسيوس كبيره جدا. يعني كمان الفكره كريم بنزيما لسه ورا لكن لا يعني خلاص هو عارف ان الكره راح له في التمريرات المفتاحيه. الكي باسس بيلعبها بشكل رائع جدا ويكمل معاه كريم بنزيما، حطه طبعا في اتجاه المرمى. هنا مثال تاني التقارب ما بينهم ما بين خط الدفاع، بيلعبوه بشكل كويس جدا لان هما الاثنين رفع برضه على راس كريم بنزيما وترجمها الهدف. زي ما قلنا ده سر نجاح الريال مدريد، اللعب ما بين الخطوط، التمريرات المفتاحيه، الشورت باسس، ثرو باسس في مساحات وضيقه. كمان صوره كويسه جدا كمان، يعني ظاهره جدا حتى اختلاف الادوار. يعني دلوقتي هو بنزيما الموجود كطرف شمال وفينيسيوس على نفس منوال بنزيما في القلب، دخل في القلب، وبالتالي هم بلغه الكره شايفين بعض كويس. الديناميكيه يعني الديناميكيه اللي بتحصل ما بينهم اللا مركزيه، مع ان معروف طبعا هو يعني رقم 9 تارجت بوكس كريم بنزيما، لكن ما فيش خلاص. انت بتتكلم على 9 دلوقتي، بتتكلم على بنزيما وبتشوف فينيسيوس هو اللي بيعمل الاختراق. الطبيعي جدا ان هو دوت فينيسيوس 9 وبنزيما اللي جوه، لكن طبعا هم شايفين بعض بشكل اكتر من رائع، تفاهم كبير جدا. والنقطه الاهم ان الديزيشن اللي بتعمل ان تايم، يعني بنزيما ان تايم، لان لو اتاخر شويه شوف ممكن يبقى اوف سايد. فينيسيوس بيتحرك ما بين دايما نشوف 3-4 بين بلوك، بيكسر الخط بباص سريع يعني. يضرب اوف سايد، هي دي المهاره الكبرى وستايل لعبهم مشابه لبعض، هو ده بيترجم لاهداف. الاثنين شاركوا ب 44 هدف لهذا الموسم. يعني ريال مدريد اقوى خط هجوم في الدوري الاسباني يعني ب 56 هدف. يعني احنا شايفين ان 56 هدف هم الاثنين مساهمين ب 44 هدف، يعني رقم قياسي كبير جدا. لو هنعرض برضو مع حضرتك ارقام كريم بنزيما وفينيسيوس لهذا العام، لو في جدول برضو نشوف الجدول بتاع ثنائيه بنزيما وفينيسيوس برضو تكون موجوده معانا. لكن حتى كمان واضح من الصوره، من خلي بالك الفكره كمان ان الثنائيه ديت من تقريبا من كل مناطق الثلث الاخير. بالظبط نتكلم على الثلث الاخير، عندهم تفاهم كبير جدا جدا. دي طبعا ارقام فينيسيوس السيزون ده 2021. صحيح، يعني هو فينيسيوس 23 مباراه احرز 13 هدف، ساهم في اسيست طبعا 6 اهداف. بنتكلم على الدوري الاسباني 13 هدف في الدوري الاسباني، في الشامبيونز ليج احرز هدفين، يعني اجمالي 15 هدف لهذا الموسم. الاسيست 6 اسيست في الدوري الاسباني و4 اسيست في الشامبيونز ليج، يعني توتال 10 اهداف، يعني 25 هدف مساهم فيهم فينيسيوس بشكل كبير جدا. طبعا دقه التمريرات عنده 85.2%. خد رجل مان اوف ذا ماتش، رجل مباراه في 8 لقاءات، 6 لقاءات في الدوري الاسباني ولقاءين في الشامبيونز ليج، وده بيدل على قوته في تواجده المستمر، تاثيره طبعا ايجابي جدا على الفريق. طبعا يعني احنا بنشوف ارقام خياليه عاملها فينيسيوس. لو رحنا لارقام بنزيما اللي كسر بقى طبعا كل الاحصائيات يعني والريكوردز والارقام القياسيه، كريم بنزيما عمل ارقام هايله في 31 مباراه. دي الارقام قدامنا طبعا، ارقام كلها يعني كريم ما شاء الله. مش هقول في الفتره الاخيره، كريم خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا بيقدم اداء اكتر من رائع، ولكن دلوقتي بيحقق ارقام خرافيه. يعني 28 هدف، اسيست 11 هدف، يعني دقة التمريرات عنده 83%، تفوق 83%، رجل مباراة أو مان أوف ذا ماتش 10 مرات، 9 في الدوري الأسباني، واحدة في الشامبيونز ليج، تقييمه يعني فوق السبعة، يعني تقريبا 8% من تقييماته في المباراة. 8 من 10، ده رقم 8 من 10 رقم طبعا كبير جدا. كريم بنزيما مع فينيسيوس أعلى وأفضل ثنائية في الدوري الأسباني، وقد تكون في
طبعا الدوريات الخمس الكبرى المساهمه كده. قوتهم في الضغط العالي، في البساط، في المساحات الضيقه جدا هنشوفها اتعكست طبعا في مباراه. لسه هجي لك بقى. ناخد كمان انعكاسهم في مباراه امبارح امام باريس سان جيرمان. شفنا مباراه رائعه على مستوى بنزيما، على مستوى مودريتش كمان. فينيس يعني قدم اخر نص ساعه، يمكن اول الشوط كان اشرف حكيمي متحكم بشكل اكتر من رائع فيه، لكن العوده والريمونتادا القويه لريال مدريد نشوفها من خلال الصور. تبدا بامبابي، هدف امبابي. نبدا بهدف امبابي. ده كان الضغط العالي من ريال مدريد على طبعا لو هنقف الاول على باريس سان جيرمان. الكره كانت ملعوبه بشكل عرضي، لان بنتكلم الضغط كله كان من اتجاه ناحيه الشمال، كان بتواجد فينيسيوس وكريم بنزيما اللي دايما بينزلوا لبعض، حب ان هم يفتحوا الملعب على ناحيه اليمين. دي كره الهدف برضه عشان الناس تتابع معانا، دي كره الهدف. كره الهدف طبعا كانت بتلعب لكارفاخال. كارفاخال هنا موجود في ناحيه اليمين، للاسف الضغط عليه من مندش قطع الكوره منه بشكل سريع جدا. كان في يعني مباراه سيئه جدا شفناها امبارح لاسينسو وكارفاخال في ناحيه اليمين في البدايه طبعا بعد الربع ساعه الشوط الاولاني، ده كان سبب في الهدف. هنا مندش قطع الكوره من كارفاخال في ظهور في الصوره امبابي. بدا امبابي يظهر في الصوره. يعني نزول امبابي في معظم اوقات المباراه امبارح ساهم بشكل كبير جدا بالخطوره اللي عملها باريس سان جيرمان تقريبا اول ربع ساعه ونص ساعه وثلث ساعه كمان من بدايه الشوط الاولاني. هنا اتقطعت الكره سريعا من كارفاخال، بصاها طبعا مندش بصاها ل يعني نرجع لامبابي. امبابي طبعا هي طبعا هو ده يعني. خلينا كمان نرجع واحده ان اللي عمله نيمار دي طبعا الكره اتنقلت لنيمار لمسه واحده حطها في مساحه، لانه عارف ان كمان امبابي عنده القدره انه يعمل السبرنت بتاعه. دي اللمسه بتاعت نيمار، عمل الكره في مساحه، ضرب تقريبا كل دفاع ريال مدريد، يمكن علبة بس اللي يحاول يحصل امبابي. صحيح، لان دي الجبهه اللي كان فيها الجاب الكبير في بدايه الماتش، جبهه اسينسو، جبهه كارفاخال، هي اثرت طبعا بشكل كبير جدا. ألابا بيبدا ان هو يلم، مشيت الكوره اتلعبت في المساحه السريعه طبعا امبابي وسرعه امبابي، وطبعا هو ما يمتاز بيه امبابي بدا ان هو ياخد الكوره ويضم على المرمى. هنا طبعا تاخر كثيرا، هو طبعا دفاع وحش قوي من وحش جدا، ما ضمش، اداله مساحه ان هو يرفع ويسدد. لا طبعا يعني الف بي دفاع ان هو كان يقفل عليه بشكل كبير جدا، ما يدلوش المساحه او هو كمان امبابي كمان خدع يعني. هو حاول يلعب او موه انه هيلعب الكره في البعيده، وحط الكره في هنقول في القريبه اللي قريبه طبعا من كورتوا يعني حارس مرمى ريال مدريد، لكن دفاع وحش قوي من ألابا. لكن كمان تميز كبير جدا، هو فعلا كان عايز اثناء توجيه له الكره حاسس ان هو او مدي احساس انه هيلعب الكره في الزاويه الشمال لحارس المرمى، لكن لعب في الزاويه يمكن اللي كانت مفاجاه بشكل كبير، لان كورتوا من افضل حراس المرمى في العالم. اللي الكره تتلعب في زاويته، لكن عنصر مفاجاه وعنصر السرعه وعنصر القوه كان ليه يعني سبب. زي ما حضرتك قلت كابتن هاني ان الخدعه اللي عملها امبابي هنا في ان هو كان ألابا فهم ان هو ممكن يلعبها في الزاويه البعيده، حتى كورتوا نفسه فهم ان هو يلعبها في الزاويه البعيده، فكان صعب عليه في التمركز ان هو يعني يصد الكره دي. التمركز طبعا هنا يعني لو نرجع يعني خطوه قبل الهدف دوت، نقف هنا طبعا ميليتاو التمركز بتاعه كان سيء جدا. صحيح. في الهجمه ديت الجبهه اللي اتعملت بسرعه محمد، بسرعه جدا، جدا كان هم اوت اوف بوزيشن، وكان طبعا الفينش كان بتاع امبابي اكتر من رائع. طيب صحيح. نروح بقى للريمونتادا واهداف ريال مدريد. نبدا بكريم بنزيما. الهدف الاول، بدا من هنا، الكره طبعا راجعه لدوناروما، ضغط كريم بنزيما على دوناروما. هنا نقف شويه يعني هنا حضرتك طبعا اكبر خطا لحارس مرمى ان هو يوجه اتجاهه للمرمى بشكل وش الجول. يعني ممكن لو قالك كانت دخلت لوحدها. طبعا اساسيات كره القدم الف ب، انت عندك مساحات تطلع الكره في اي وقت في حاله من الضغط بهذا الشكل. هل هذا هو المثال الاول لكريم بنزيما في الضغط على حراس المرمى؟ لا، ده معروف عن كريم بنزيما في الضغط على اصطياد الاخطاء من حراس المرمى. ولو نفتكر سريعا مع بعض موسم 2017 2018 في نهائي الشامبيونز ليج امام ليفربول، كان عندنا مثال ضغط كريم بنزيما على حارس المرمى، كان وقتها لويس كاريوس.
في 2017 2018 تقريبا، كان عندنا صوره بتوضح المثال دوت، وقطع كوره من كاريوس وترجمها لهدف سريع جدا. لكن نفس كمان الكلام، نفس القصه، وراحت اعتقد لفينيسيوس، هو فينيسيوس على طول ده عملها بشكل سريع جدا. الثنائيه طبعا المساحه، يعني احنا كريم بنزيما يعني على طول ارتد خد المكان، رجع بظهره عشان يعمل مساحه لنفسه يقدر يسجل منها. وطبعا دونا روما ما كانش قادر طبعا يرجع للبوزيشن، وبالتالي كان جول اولا صناعه بنزيما وتسجيل لبنزيما. يعني بدات من بنزيما وصناعه بنزيما وتكمله معاه. طيب نروح للهدف الثاني. الهدف الثاني، وهنا بقى الحكايه كلها، الحكايه كلها هنا في مودريتش. صحيح. اللاعب العظيم 37 عام بيظهر بالشكل دوت. الكره بادئه من طبعا هنا نيمار هو خطا ميس باس، بس عايزين نبص مودريتش فين. طيب. يعني هو مودريتش بيقوم هنا يعني هنا مودريتش بيقوم بالدور الدفاعي، هو الراجل بيرجع عشان يقفل المساحات على نيمار وعلى ميسي. سبب وجود مودريتش في الحته ديت برضه كابتن هاني التغييرات الذكيه جدا طبعًا اللي عملها طبعا انشيلوتي في بدايه الشوط الثاني. التمركز طبعا توني كروز في بدايه المباراه ما كانش موفق بشكل كبير جدا، غياب طبعا اسينسو، طبعا غياب كاسيميرو عن اللقاء دوت سبب بشكل كبير جدا في مشكله في نص الملعب. نزل طبعا العبقري كامافينجا، وطبعا يعني اعتقد رودريجو كامافينجا هم اللي قلبوا حرروا رودريجو. طب خلينا في الجول، هو طبعا كان ميس باص من نيمار، استلمها مودريتش. المسافه بقى اللي جريها مودريتش لغايه ما عمل الاسيست، هو دلوقتي تقريبا 1-4. صحيح. عايزين يعني نشوف احنا قبل ما نتحرك كان ممكن يلعبها ناحيه اليمين ما بين المدافعين وتبدا الهجمه من هنا. صحيح. ولكن كمل مودريتش كمل في الهدف، يعني لو نمشي دي طبعا لسه دي في البدايه، دي خلاص كمل خلاص. هنا بقى دي اهم، دي متهيألي اهم نقطه، حتى هنيجي نقط كتير، لكن انه يعمل الباص بتاعه في المساحه بعد ما قطع تقريبا 25 متر سبرنت بالكوره بهذا الاتجاه وبهذا الدقه في التمرير، اعتقد ده شيء رائع. يعني طبعا ده التكتل، الفكر، العبقريه عند مودريتش هنا ان هو يلعب الكوره بالشكل دوت. ليه طبعا زي ما كنا بنتكلم فينيسيوس وبنزيما الاثنين مغناطيس جنب بعض، المسافات ما بينهم صغيره جدا، اتلعبت بالشكل دوت. المساحه دلوقتي في منظر كده تقريبا احنا بنلعب 5-3 5 باريس سان جيرمان مع 3 ريال مدريد. صحيح. اتلعبت في المساحه لطبعا فينيسيوس اللي كمل بسرعته وبدا ان هو يستلم الكره. بنزيما يعني احنا عينينا برضو على بنزيما واصل وعامل سبرنت ومكمل مع الهجمه عشان هو عارف فينيسيوس فاهمين بعض بشكل كويس جدا هيعملوها ازاي. الكره طبعا اترمت في المساحه قدام، بدا ان هو فينيسيوس يخش مع سرعاته طبعا. فينيسيوس فرق في السرعات بشكل كبير جدا وبدا يروح على ال 18 بشكل كبير. لسه هنا كريم بنزيما مش ظاهر في الصوره، لكن الكره في اتجاه فينيسيوس اللي لعب الكوره لمودريتش. لا هو لعب الكوره فعلا هنا اتقطعت مودريتش، هنا مودريتش طبعا ان هو يروح ويتحكم في الكوره ويكمل بعد السبرنت الكبيره جدا. في احنا بنتكلم في يعني بعد الدقيقه 70 في الشوط الثاني، يعني مجهود رائع. بدا ان هو يستلم الكوره يقف ويلعبها فين بقى؟ شوف بنزيما في وسط قد ايه؟ شوف الكومباكت هنا. انت بتتكلم على 7-1 يعني. ضد واحد. بتتكلم على لو حسبنا اللي في ال 18 1 2 3 4 5 6 بتتكلم 6-2 لو حسبنا فينيسيوس وكريم بنزيما. فطبعا صحيح. عدم تمركز وخطا فادح بالنسبه وكلهم العبقريه كمان يا محمد في الباص بتاع مودريتش. طبعا اي حد في الموقف زي دوت هيلعب لبره. صحيح. هيلعب لبره سهل جدا انه يلعب لبره، لكن انه يفكر يلعب الكوره ما بين المدافعين ان تايم، وكريم بنزيما طبعا كان في شك انه اوفسايد لكن مش اوفسايد، انه يلعب الكوره في المساحه دي ما بين اللاعبين. زاويه الرؤيه عبقريه. بيرفكت ممتازه، يعني بنتكلم في يعني اقل من فيمتو سكند ان هو يعملها بالشكل دوت في البلوك المعمول الكومباكت الدفاع. بص كل اللاعبين باريس سان جيرمان بيبصوا اصلا في مودريتش، يعني ما ركزوش ولا مع فينيسيوس ولا حتى مع كريم بنزيما في ان انت تقفل عليهم. اتلعبت الكوره طبعا بشكل ممتاز جدا، دار فيه الاوفسايد طبعا. هو اشرف حكيمي كان مغطي بمليمترات، يعني مغطي، لكن كمان التيرن اللي عمله طبعا كريم بنزيما
وترجمت لهدف. انا عايز اقول ان بيريرا وحكيمي امبارح يعني تعبوا جدا مع فينيسيوس وكريم بنزيما في الضغط العالي، كانوا عاملين ضغط عالي وشديد عليهم جدا، ولكن القوه الثنائيه ديت هي سر تفوق ريال مدريد وان هو يبقى افضل خط هجوم. صحيح. محمد بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا ويعني حاجات رائعه جدا وتحليل رائع، بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معانا. شكرا جزيلا. يعني عايزين كمان حضراتكم عارفين كان عندنا مسابقه يوم الاثنين اللي فات، كانت مسابقه تتوقع مين للوصول لدور الثمانيه، باريس سان جيرمان او ريال مدريد. معانا الفائز طبعا من خلال صفحتنا على قناه النادي الاهلي، هنتواصل معاه فريق الاعداد هيتواصل معاه وان شاء الله اهو هنشوف ستوب. طيب ماشي، خلينا وانا هقول ستوب. عبد الرحمن الف مبروك عليك، هو توقع وكمان توقع 3-1، يعني ما شاء الله عليه، يعني توقع كان ممكن تتوقع ان ريال هيكسب ولكن فعلا توقع النتيجه مظبوطه 3-1. عبد الرحمن بنقول لك مبروك، تيشيرت النادي الاهلي ان شاء الله فريق الاعداد هتواصل معاك ويكون معاك تيشيرت النادي الاهلي موقع من احد نجوم النادي الاهلي. مسابقتنا النهارده اللي ان شاء الله تتوقع مين فوز مين في البريمير ليج، ليفربول ولا برايتون؟ ده سؤالنا في الحلقه النهارده، تتوقع مين هيكون الفائز امام في مباراه ليفربول وبرايتون في البريمير ليج الجوله اللي جايه، وكمان مين اللي يحرز اهداف؟ ان شاء الله يكون محمد صلاح من الناس اللي هتحرز اهداف. ده كانت ان شاء الله يوم الاثنين هنشوف برضو فائز جديد بتيشيرت النادي الاهلي وتوقيع احد نجوم النادي الاهلي. دي كانت نهايه فقرتنا النهارده وحلقه نهايه الاسبوع، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله باذن الله حلقه جديده ويوم جديد من المحترف يوم الاثنين الجاي، انتظرونا.